لازم تعرف قيمك صح. فالشخص الناجح قيم واضحة للدرجة اللي بتوقفه عند حدوده. هي القيم اللي بتعلمنا الفرق بين النجاح والفشل. القيم بتعلمك الفرق بين الصح والغلط. القيم بتعلمك الفرق بين الحلال والحرام. القيم، لولا القيم ما كانش في سلوك، لأن أنا عندي قيمي هي الجذور بتاعة الاعتقاد، والاعتقاد هو جذور السلوك، والسلوك هو الفعل. انت بتشوف سلوكي، لكن قبلها هتلاقي قيمه واعتقاد ومبادئ وجهات نظر تجاه الاشياء، ده كله متخزن جوانا. ففي الحالات دي عشان نعمل تغيير في جذور برمجتنا لازم نحدث تغيير في القيمه نفسها. يبقى القيمه تكون واضحه بقى بالنسبه لك، ما تبقاش قيم ملخبطه. كل انسان عمال يصلي وايه يجري اسرع منك عشان يصلي، ولما يتعامل مع الناس نصاب. فعنده شخصيتين، شخصيه نصابه وشخصيه متدينه. يسمع القران يبكي، ومجرد ما يتعامل معاك بالفلوس ياخد الفلوس تخش في جيبه تتدفى ما تخرجش. طالما دخل في جيبي تبقى بتاعتي، اي حاجه بتاعتي هنا ما تخرجش تاني، تخش مع اخواتها. الله ماشي ازاي ده؟ في الحالات دي فكر فيها. هتلاقي كارل يونغ قال لك ده عنده انفصام في الشخصيه، بقى سكيزوفرينيك. لو انت نام وتعب حد، ونايم وتعب حد وعارف وناصب عليه، ونمت من غير ما تكون تعبان نفسيا ولا 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 نيتك فيها حاجه ولا ضميرك، ولدت لنفسك شخصيتين، شخصيه نصابه وشخصيه ثانيه متدينه. تتكلم في التدين بمنتهى الروعه، ولما تتحط في المواقف المعامله مع الناس. والرسول عليه الصلاه والسلام وصانا ان الدين المعامله اكثر من مره، ثلاث مرات، الدين المعامله، الدين المعامله، الدين المعامله. يعني الدين ايه؟ مش بس صلاه وصوم، انك ازاي تعاملني، ازاي اعاملك في الفلوس.